يسعد مساكم مشاهدينا، برحب فيكم بالحلقه الثانيه من برنامج اوفسايد. بها الحلقه رح نتابع نحن وياكم كل عناوين واحداث الفوتبول اللبناني بالاسبوع الثاني من بطوله لبنان لكره القدم، وخصوصا كل ما يتعلق بناديي العهد والانصار. طبعا هالشيء رح يكون مع ضيوفنا الاعلامي الزميل بقناه المنار اسماعيل الموسوي، وعضو الجهاز الفني ومدرب حراس المرمى بنادي الانصار علي فقيه. بهالحلقه كمان رح نستعرض نحن وياكم مجموعه من العناوين المهمه يلي بنتابعها سوا. اولا المصابين الاربعه او الخمسه بنادي الانصار بيعودوا للتمارين، وانتخابات الاخضر ب 22 الشهر الجاي. الاشاعات عن خلافات بين اداره العهد وفيو بوكير تبدو غير صحيحه. انضمام المتحضرين من اصل لبناني للمنتخب مؤجل، ونادي طرابلس عم يسعى لاعتماد ملعب طرابلس الاولمبي بدل ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي البلدي. طبعا هذه بعض العناوين المهمه اللي رح تكون معنا بالحلقه اليوم، وبالاضافه لها في مجموعه من العناوين الثانيه. الانصار استعاد المبادره على حساب الساحل، ابناء الجنوب اقتنصوا نقطه من الشمال، المبرة عاد من صيدا بثلاث نقاط، مسيرة العهد تعثرت مجددا، النجمة بالعلامة الكاملة والجمهور الرائع، الأخاء بيتمسك بالصدارة للأسبوع الثاني. إذن من الواضح مشاهدينا أنه بعض الأندية مقتنعة بأدارها من البداية، بينما البعض الثاني عم بحاول يحسن تدريجيا من وضعه الفني ووضعه بالترتيب. خلينا نشوف نحن وياكم. بعد خسارته بالاسبوع الاول على ارضه، ودخل الانصار مباراته مع شباب الساحل وعينه على النقاط الثلاثه، والخوف من تكرار السيناريو وسط ضغط انصاري وسيطره سلبيه على الكره ومن دون اي خطوره. اذا الانصار استحوذ على الكره، ولكن هجمات الساحل كانت اخطر، وان اظهر لاعبي الاخضر حاجتهم للوقت من اجل التجانس، نظرا لوجود لاعبين شباب مميزين مثل محمود كوجك وعلي جواد طارق حلوم ومحمد عطوي. الساحل كان بمقدوره الفوز، ولكن المالي ديالو اضاع ركله جزاء بسبب غروره، وزملائه ظهروا انهم بحاجه للشغل من الناحيه البدنيه. المهم انه في كلام كثير حول ركله جزاء ثانيه لم تحتسب لشباب الساحل، وانه الانصار حصل على الاهم وهو النقاط، ولو بهدف متاخر عند دقيقه 90 بواسطه اللاعب احمد ايوب. المباراه اللي جرت على ملعب المدينه الرياضيه قاد بشير اواسي وعاونوا زياد براء وبلال الزين. بالانتقال للشمال، كان فريق طرابلس المتعادل مع الريسنج الاسبوع الماضي عم يستقبل سفير الجنوب التضامن المنتشي من فوزه على الانصار. مهمه المدربين محفوفه بالحذر، لانه الفريقين بيجهلوا بعضهم، فاجا الاداء ليغلب عليه طابع التروي وعدم التسرع خوفا من اي خطا غير محسوب. وبعد جس نبض بدا اللعب ينحرف نحو الهجوم، ولكن هالاشاره ما كانت عم توصل للخاتمه السعيده، خصوصا انه الفريقين كانوا عم يعتمدوا على التسديد البعيد. السبب كان اعتماد الطرفين على الدفاع المنظم والتكثيف بوسط الملعب لمنع مفاتيح اللعب من التحرك بحريه، بالاضافه لسد منافذ العبور نحو منطقتي الجزاء. وباستثناء محاوله لغسان شويخ بدقيقه 25 ومحاوله تسجيل لطرابلس من قبل عامر محفوظ بدقيقه 88، انتهى اللقاء كما بدا، ليحصل كل فريق على نقطه هي اقرب الى فوز بالنسبه لتضامن. المباراه يلي جرت على ملعب طرابلس البلدي قاد رضوان غندور وعاونوا حسن فحص ومحمد رمان. دخل المبره المباراه ضد الاهلي صيدا بشعار اكون او لا اكون، وسجل هدف مبكر بالدقيقه الثانيه عبر اللاعب الرائع حسن شحرور بعد توغل ممتاز من القناص طارق العلي من الجهه اليمنى وكره بينيه رائعه. الفريقين تبادلوا الهجمات الخطرة مع أفضلية واضحة للمبرة يلي أضاع لاعبينه أكثر من فرصة محققة لزيادة الأهداف، ولكن التسرع والحظ ونقص الخبرة بالتعامل عند حسن شحرور حالت دون هالأمر. الأهلي صيدا مكان لقمة سهلة وهدد مرمى المبرة أكثر من مرة، وبرز منه المهاجم الخطير مصطفى شاهين ولاعب الخبرة محمد ناصر. أخطر فرص المباراة كانت للاعب إسماعيل دا سيلفا وقت يلي ارتطمت كرته بعارضة وليد عبد الرحمن بالشوط الأول. المباراة جرت بصيدا وقاد حسين أبو يحيى وعاونوا علي عيد وحسن قانصو. أما الأخاء الأهلي علي فنجح بحصد النقاط الثلاثة وشارك النجم الصدارة بعد تغلبه بصعوبة على ضيفه السلام سور بهدف
يتيم باللقاء يلي أقيم على ملعب بحمدون البلدي بقيادة الحكم جميل رمضان والمساعدين عدنان عبد الله وعلي سرحان. بداية المباراة كانت حذرة من الطرفين، ولكن سرعان ما بدأ السلام يهدد مرمى ربيع الكاخي عبر تسديدة محمد نصار، وأتبع الكونغولي جونيور أفضل لاعبي السلام بالمباراة واللي سنحت له فرصتين إضافة لفرصة أخرى لمواطنه مكولو، بينما كان الأخاء غائب عن هالشوط. الشوط الثاني شهد ندية كبيرة وأهدر الطرفين فرص عديدة إلى أن نجح حسين طحان بالتسجيل للأخاء بدقيقة 64. بعد الهدف تراجع الفريق الجبلي للخلف سعيا للحفاظ على النتيجة وبالتالي البقاء بالصدارة، واعتمد على الهجمات المرتدة اللي شكلت خطورة كبيرة وأكادت تضاعف النتيجة لولا رعونة المهاجمين وسوء الحظ خاصة كرة السوري فهد عودة. إذن أربع مباريات أساسية حصلت بالأسبوع الثاني من بطولة لبنان لكرة القدم رح نحكي عنهم، نبدأهم بالعنوان الأول هو عن الأنصار، إنما بقلكم مشاهدينا أنه كل عنوان رح يخصص له دقيقة ونصف فقط للحديث عنه حتى نقدر نعطي كل العناوين حقها. برحب بزميلي بقناة المنار إسماعيل موسى. وإسماعيل أهلا وسهلا فيك. شكرا. العنوان الأول اللي بيطرح نفسه بعد خسارته بالأسبوع الأول، فاز الأنصار بالأسبوع الثاني ولكن، ولكن صحيح 100% فوز كان جدا صعب على الأنصار خاصة وتحديدا أن شباب الساحل يعني كان ند قوي على أرض الملعب، لكن الأنصار حسن مثل ما الجميع بيعلم أنه عنده عناصر شابة، فريقه متجدد إذا صح التعبير، عدد كبير من اللاعبين يلي بيمتلكوا خبرة انتقلوا من الأنصار على أندية تانية، بننتظر عودة نصرة الجمل، بننتظر راموس أيضا مع الأنصار، بالإضافة ل التشكيل الشاب قد يكون الأنصار بالأسابيع المقبلة أفضل خاصة بعد المباريات اللي بيخوضها، وأنت بتعرف والجميع بيعرف أنه عدد من المباريات الأكثر قد يعطي خبرة أكثر للاعبين. مثل ما قلت أنا إسماعيل ببداية الحلقة أنه رح نكون دائما مخبيين مفاجآت، أول وحدة فيهم نصرة الجمل، لا نصرة الجمل على الأرجح مش رح يرجع على الأنصار، نصرة الجمل على ما وردنا منذ قليل أنه على وشك توقيع عقد مع القوة الجوية العراقي وبموافقة نادي الأنصار، هذا أمر جيد جدا، وهذا الشيء طبعا أمر جيد جدا لكرة القدم اللبنانية. شغلة تانية، المصابين الخمسة بفريق الأنصار عاودوا التمرين ابتداء من بكرة، وهذا الشيء رح نحكي عنه بسياق الحلقة مع ضيفنا التاني علي فقيه. الأنصار ما تحضر كما يجب، عنده نقص تشكيلة شباب، هل بمطرح ما بتعتقد أن الأنصار من بداية مرحلة معينة من البطولة رح يقدر يرجع يكون منافس، ولا بتشوفه رح يكون بوسط الترتيب ليبني تشكيلته كما يجب؟ والله بالبداية أتمنى أنه يكون الأنصار يعني منافس، كون الأنصار دائما يعني اسمه مرتبط بكرة القدم اللبنانية، وهذا أمر يعني بيغني كرة القدم اللبنانية إذا كان الأنصار فريق منافس، وأتمنى هذا الأمر. لكن بوجود هالعناصر الشابة بالتأكيد جمال طه عنده شغل كتير كبير، طبعا جمال طه مع الشباب يلي موجود كونه أنه من المفترض أنه يخلق توليفة تكون قادرة على لكل مباراة بمباراتها أنه تعطي الشيء المطلوب منه. بنروح على الموضوع الثاني إسماعيل، هو موضوع التضامن والرسمي. التضامن بالأسبوع الأول عمل فوز على الأنصار، صحيح. الأسبوع الثاني تعادل بترابلس مع ترابلس، بينما ترابلس عمل تعادلين مع فرق عريقة وكبيرة هي الرسمي والتضامن. السؤال اللي بيطرح نفسه، ماذا عن الغد بالنسبة للتضامن والرسمي برأيك؟ وين التضامن وترابلس؟ يعني التضامن بدأ كما ذكرت بدأ بشكل كتير إيجابي وبشكل ممتاز، يعني صح. إذا صح التعبير نوع من المفاجأة مثالي الفوز على الأنصار، وهذا أمر يعني يمكن أكثر المتفائلين ما كانوا بيتوقعوا، كانوا بيتوقعوا أنه يعود ماكسيموم أو بالحد الأقصى بالتعادل وبنقطة لصور، لكن استطاع أن يعود بثلاث نقاط، وأيضا النقطة من طرابلس هي نقطة جيدة جدا بالنسبة للتضامن، كونه من أصل ست نقاط بريت أرضه حصل على أربع نقاط، وهذه انطلاقة يعني ممكن تكون سوبر مثالية، أحسن يعني أكثر من جيدة. إسماعيل هون اسمح لي أعطي شوية معلومات سريعة بتتعلق بالتضامن وترابلس. التضامن أربعة من اللاعبين ما تمرنوا بشكل طبيعي خلال الأسبوع اللي سبق المباراة، بلال حاج وغسان شويخ هيثم خدوج وسامر حاوي، طبعا كان مأثر عليهم غياب علي فقيه الموقوف، والملفت أنه المصري أحمد نجيب الشحات لاعب الأجنبي بالتضامن لم يقدم حتى الآن المستوى المطلوب منه من طالب أحمد بالمستوى اللي سرده هون علامات استفهام، بس أنه بموضوع الأجانب يعني أكثر من فريق الأجانب مش المطلوب. صحيح.
بالنسبة لطرابلس اللعب المباراة كاملا، إنما اللي بدنا نقوله أنه بهالمباراة تلقى ضربتين فريق طرابلس، لعبه البرازيلي جيوفاني أصيب وخضع لصورة أرقناي بركته، ويفترض أنه بكرة إن شاء الله بتكون نتيجة إيجابية. النقطة الثانية، إبراهيم سويدان هداف الدرجة الثانية ب 21 هدف حتى الآن، ليس بالمستوى المطلوب، وأيضا مصطفى خولة تعرض لست قطب امبارح، فان شاء الله بيرجع لفريقه كما يجب. في تعليق على التضامن؟ تعليق بس فقط، تعليق لطرابلس انه ابراهيم سويدان انا كنت تابعه بالدرجه الثانيه، هو لاعب مميز جدا، لكن حضرتك بتعرف والمشاهدين جميعا بيعرفوا انه درجه الاولى بتختلف، وبالتالي مع الخبره اعتقد بيرجع ابراهيم للمستوى المطلوب. لخاء علي ست نقاط كامله متصدر البطوله، هل هي صدفه براي اسماعيل ام ان الوضع سيختلف بمواجهه الكبار؟ كيف سيكون الوضع؟ أنا حضرت الأخ الأهلي علاء بمواجهة الأهلي صيدا، أعتقد أنه فريق عنده العناصر الكاملة ليكون الفرق المميزة، إذا صح يعني، إذا فينا يعني ما نكبر كثير الحجم، من المفترض أنه يكون من الست الأوائل على مستوى الترتيب، وليش لا ممكن ينافس، لكن شفت في ثغرة وحيدة، ما بعرف بالتأكيد هذا الجهاز الفني هو عنده وعنده نظرة أكثر مني، الثغرة الوحيدة أعتقد بخط الدفاع، وهذا الأمر من المفترض أنه نشتغلوا عليه الأخ الأهلي علاء، كون خط وسطهم وخط هجومهم فعلا فعالين. هون بدي تعليقك على السلام سور واداء السلام سور، مش نتائجه وادائه، مع ملاحظتين سريعين. السلام غاب عنه احمد تراد لاصابته بالكاحل، غاب عنه اسامه حيدر اللي لاسباب خاصه، وكمان هون مثل ما طلبنا سويدان بطرابلس ابراهيم انه يؤدي افضل، هون بنطالب اللاعبين المخضرمين بالسلام سور، طبعا عم بقصد هيثم زين، احمد تراد، ومحمود سحود، انه هن مطالبين بحمل الفريق. ايضا السلام سور يعني عدد من اللاعبين الجدد يلي انضموا لهم، غياب العناصر يلي ذكرت ان كان احمد تراد ام اسامه حيدر، غياب بارز كان بهذه المباراه، وعلى الرغم من هيك قدموا مستوى جيد اذا صح التعبير امام الاهلي علي بالمباراه الاولى امام الشباب الساحل، كان مستواهم ايضا جيد جدا، لكن خسروا، بنقصهم فقط نهايه الهجمه السلام سور، ولما بيلاقوا من يسجل هدف اعتقد انه السلام بيرجع للمباراه. وينك يا هيثم هون لازم. ممكن يعني هيثم من المفترض انه يعمل يشتغل على نفسه اكثر، خبره هيثم كونه هداف وفعلا بداخل منطقه الجزاء، لكن بدنيا هيثم بعتقد منه جاهز، من المفترض انه يشتغل على نفسه شوي بدنيا. اسماعيل بنروح للمباراه الاخيره يلي كانت عم تجمع المبغى مع الاهلي صيدا، الاهلي يبدو قانعا بوضعه والمبغى غير جاهز رغم الفوز، شو رايك؟ رأيي بداية خليني أحط علامات استفهام حول موضوع لاعبين أساسيين بصفوف الأهلي صيدا هن من ضمن المنتخب، منتخب الشباب مش موجودين، الأهلي صيدا خاض اللقاء من دونهم، هن يوسف صالح ومحمود سبليني، واثنيناتهم إذا منتابع الأخبار يلي عم تجينا من الإمارات اثنيناتهم سجلوا أهداف منتخب لبنان، فاز منتخب لبنان على فلسطين 1-0، كان يوسف صالح هو اللي مسجل وفاز 2-1، محمود سبليني واحد من المسجلين، فهون أعتقد إنه الفريق يعني بتاثر بغياب هول اللاعبين، وخاصه انه فريق يعني ما تحضر بشكل كتير كبير، يعني اذا صح التعبير بالوقت الضايع، بالوقت الضايع جمعوا الفريق، وبالتالي عم يخوضوا غمار البطوله، فكان برايي انا انه الاهلي صيدا من المفترض انه يطالب تاجيل مباراته لعوده المنتخب، كونه عنده لاعبين مؤثرين ضمن المنتخب، لكن على الرغم من هذا كله انا قلت يبدو قانعا بوضعه، مش بس لعدم التحضير، لانه من حقه يطالب. صح، إذا يعني الأهلي صيدا من المفترض إنه لا يكون منه قانع، لأنه عنده عناصر جيدة، الإدارة من المفترض كانت تشتغل وتستخدم العنصر الأجنبي، وهذا أمر بعده يعني منه كتير بعيد، من المفترض يشتغلوا هلا لمرحلة الذهاب والإياب، بعد الذهاب والإياب يستخدموا لاعبين أجانب، وأتمنى ألا يكون أنا وين كتير. المعلومات اللي عندنا إنه حتى تحديدا امبارح بالليل أعطيت التعليمات للجهاز الفني بالأهلي صيدا للعمل على أجانب اثنين بين الذهاب والإياب، هم مع الإشارة أن المدرب محمد ناصر عم يضطر يلعب كلاعب أحيانا ليملأ ثغرة قلة الخبرة ببعض الأحيان بصفوف فريقه. هيدا بشكل عام، أنا عندي بس تعليق له علاقة بشباب الساحل ولو زادت شوي صغيرة لورا، أنا بدي هني بالتبديلات الممتازه للجهاز الفني لشباب الساحل بالشوط الثاني، طحان وطهماز وامير الحاف، وبدي اقول انه الحمد لله الفريق يعني سليم وما عنده اي مشاكل، باستثناء ملاحظه مثل سويدان مثل هيثم، زهير عبد الله اللاعب المميز والخلوق مطالب باداء افضل بالمباريات المقبله مع فريقه، لانه فريقه بيتوقع منه اكثر. هذا الامر اذا دل بدل انه الحاج محمود حمود عنده
رؤية كروية جيدة جدا، وبالتالي يعني الجميع علم الظروف يلي مر فيها شباب الساحل، وكمان شباب الساحل يعني مثله مثل باقي الفرق يلي تجمعت بآخر أسبوع قبل انطلاق الدورة، وبالتالي يعني دخلوا على الدورة فازوا بأول مباراة، خسروا بصعوبة بمباراة ثانية، ولو سجلوا ركلة الجزاء كان ممكن أنه يكون في كلام أقلها التعادل كانوا خرجوا بوجه الأنصار. رح نوقف عند ركلات الجزاء بوقت ثاني بالحلقة على كل حال، بس هلا بدنا نروح على مباراة العهد والريسينج، هالمباراة اللي كان منتظر فيها من العهد مشاهدينا أنه يقدم شيء كثير أعلى، يعني العهد هو البطل، العهد يتمتع بفريق كبير من النجوم، ممتلئ صفوفه بالنجوم، وكان منتظر منه أكثر، طبعا لا تقليل من قيمة الريسينج، الريسينج فريق عريق وكبير وعنده إمكانيات وفريق يعرف كيف يقاتل، إنما اللي شفناه يوم السبت على أرض ملعب صيدا كان أقل من العهد دون التوقعات. خلينا نروح للمباراة لنشوف نحن وياكم مشاهدينا كيف كانت أجواء المباراة بين العهد والريسينج. الأول رد الدين للريسينج، والثاني مع دخول الفريقين إذن وبداية المباراة يلي كانت منقولة مباشرة على شاشة الجديد، عرضية من سيرج سعيد أحد نجوم المباراة، ووسيم عبد الهادي بيفشل باستغلاله، هدف العهد بيجي بسرعة بالدقيقة 2، ركنية من أونيكا ووليد إسماعيل ومحمود العلي بالنتيجة بالدقيقة 4. إذا محمود العلي بسجل 1-0، كان يعني شعرنا بالدقيقة 4 أنه كأنه العهد رايح على نتيجة كبيرة، إنما اللي صار غير هيك. طبعا محاولة جديدة للعهد، تسديدة من أونيكا، وسام كنز الحارس المخضرم الرائع كان موجود، أيضا تسديدة من أونيكا، وسام فلت مرتين خلال المباراة إنما كان حاضر ليتابع، بعد حسين دقيق ايضا بسدد بعد استعراض مهاري، ووسام كنز كان موجود، محاولة للريسينج عن طريق حسن قليط ومحمد حمود كان موجود بالوقت المناسب، وبيجي الهدف، هدف اليد الذهبية لمحمد مطر، يعني ما بعرف كيف هيك كرة بتفوت على الحكام، صارت بكاس العالم ما فينا نلوم، بس كمان ما فينا نبرر لحدا، حكم التماس موجود، الحكم الرئيسي قريب، وكانت كثير واضحة، يعني ما تعذبنا بالكاميرا لنشوفها بالإعادة انه الكرة كانت لمسة يد. بالشوط الثاني نشوف بعدنا بالإعادة مرة جديدة، نهاية الشوط الأول وبداية شوط جديد كان للأسف ممل هالمرة، هدية لبريسيوس، كرة لوب فوق العارضة إنما تبعد، محاولة تانية للعهد هالمرة كانت، وإبعاد باللحظة الأخيرة من دفاع الريسينج، أحمد زرق بسدد من بعيد، وسام كنز كان بالمكان المناسب، وبالآخر فولي من زرق، ووسام كنز كان حاضر لا ما يعمل فيه لأن الكرة كانت فوق المرمى. الكرة كان عم ينتهي الشوط الثاني والمباراة بتعادل العهد والريسينج، حكينا عن بداية مثالية للتضامن، نحكي عن بداية متعثرة جدا أبدا لبطل لبنان. ليش إسماعيل برأيك؟ العهد صراحة يعني بطل لبنان دخل على الدورة أكثر فريق تحضيرا وانطلاقا للموسم كان فريق العهد، وبالتالي خاض فاز ببطولة النخبة، فاز بكأس السوبر، يعني عمل مباريات رائعة، فات على الدورة حسب اعتقادي، يعني اعتقادي وبالتأكيد فات أحسن، فات على الدورة، وأنه اللاعبين طبعا بالتأكيد لا الجهاز الفني ولا الجهاز الإداري، اللاعبين أعتقد أنه فاتوا على الدوري وكأنهم هم يعني من جايين من كوكب آخر، فتفاجأوا بمستوى الصفا، وبالتالي لما الفريق بده ينزل منه محترم الخصم بده يصرف فيه، وفيه كتير من اللاعبين بده يصرف فيها، نزلنا ربحانين وهذا كان غلطة كبيرة، بس بمباراة الراسنج من المفترض أنه يعودوا لرشدهم، بمباراة الريسينج لم يقدم أي شيء على الرغم من كل الفرص، لكن إذا جينا يعني فندنا المباراة
نرى أن هناك يعني فرصة أو فرصتان يلي فيك تقول عامل من نوع الخطر الخطر على هناك شخصية البطل على أرض الملعب، وهذا الأمر مين بيتحمل مسؤوليته؟ من المفترض الجهاز الفني بداية والجهاز الإداري. طيب شوف أنا بدي أقول معلومات لم تقال عن العهد بعد، وبعتقد إدارة النادي بيعرفوها. أول شغلة أنه نادي العهد يعاني حاليا ومن حوالي شهرين من أرضية ملعبه. صحيح. ملعب غير صالح للتمرين. صحيح. ملعب الفريق يتدرب على أرض أشبه بحقل تراب إذا صح التعبير. وزائد أنه الملعب رح يروح للفيفا جول قريبا جدا ليترتب وضعه ويصير ملعب بأرض عصف صناعة ومواصفات دولية. بدي أحكي عن غرور بعض اللاعبين، وبدي أحكي عن خبر سيء جدا للأسف بيتعلق بالعهد وبيتعلق بمنتخب لبنان. بمباراة العهد محمد باقر يونس تعرض لإصابة، ومحمد باقر يونس خضع لعملية جراحية مبارح ورح يغيب عن العهد ومنتخب لبنان شهر كامل، وبالتالي هو لن يلعب مع منتخب لبنان في الكويت وأمام كوريا الجنوبية. بنقول سلامتك لباقر، خسارة غيابه بهالمباراتين لأنه نحن بحاجة له. بسرعة عن العهد، هناك إشاعات عن خلافات أو عن امتعاض من اداء او طريقه اداره فيو بوكر للفريق، شو معلوماتك؟ لا صراحه المعلومات بهذا الاتجاه ما عندي، وبالتاكيد انه اداره العهد لن تسمح تماما. ولن تسمح من اللاعبين ان يتدخلوا بمسائل الجهاز الفني، وهذا امر من المفترض ان يكون عند جميع الانديه. لكن ممكن انه فريق يعني يمر بمطبات، وهذه المطبات يعني الافضل انه سريعا يتجاوزوها الجهاز الإداري، وهذا الأمر بعتقد عم يشغل عليه. تغييرات بوكر هل كانت في محلها في هذه المباراة، وخصوصا التغيير الأخير؟ أحترم أنا كل مدرب وأحترم تبديلاته، لأنه ولا مرة عملت مدرب كثير منيح بالنسبة لغاشن، حتى نكون عم نعطيه حقه. بدأ واضحا في مباراتين أنه فريق يعرف ماذا يريد، يعرف حجمه وإمكانياته. بالضبط، هذا يعني هالعبارة الصحيحة على الراسينج، عم يلعب بطريقة دفاعية، عم يستغل فرصة يجيب منها هدف، وبالتالي عم يكسب نقاط، وهذا أمر جيد جدا بالنسبة له. سعيد زريديني جيد جدا للوقت، أداءه وطريقة إدارته للفريق ومعرفته بما لدى لاعبينه من إمكانيات، شو رأيك؟ يعني عم يدير المباراة بشكل ممتاز، عم يقدر إنه يحصل، عم يقدر من المباراة، أهم شيء إنه منه خسران. وهذا أمر بالنسبة لجورج فرح رئيس النادي، بالنسبة للإداريين بالنادي، بالنسبة للاعبين امر جيد جدا، وخاصه انه مدرب لبناني. يعني وقت بيكون مدرب لبناني عم يعمل هيك نتائج، هذا امر يعني بيرفع له القبعه. انا بقول انه كل المدربين اللبنانيين بيستحقوا الفرصه. بعد بريك مشاهدينا رح نحكي عن منتخب لبنان وعن اللاعبين المتحدرين من اصل لبناني يلي ممكن انهم يكونوا مع هالمنتخب. وقفه اعلانيه وبنتابع نحن وياكم. دوري اللبناني برعايه مارينا سكيوربو. مارينا سكيوربو مشروب الطاقة يعزز حيوية الجسم والذهن. اربح آلاف الهدايا مع مارينا. عودي مشاهدينا لمتابعة الصيد بالجزء الثاني مع ترحيب بضيفنا عضو الجهاز الفني ومدرب حراس المرمى واللاعب الدولي السابق الغني عن التعريف علي فقير. أهلا. علي اهلا وسهلا فيك. أهلا. طبعا كثير اشياء بدنا نحكيها عن الانصار، نحن وياك حكينا عن العهد واوضاع العهد، بدنا نحكي عن الانصار، بس قبل بدي اقول لمشاهدينا عن موضوع اللاعبين المتحدرين من اصل لبناني يلي انشغل عليهم للانضمام للمنتخب الوطني. عم نحكي عن عدنان حيدر، حسن سعد، يوسف فخرو، ريشوني، احمد الريش وغيرهم من اللاعبين. كل اللي بقدر اقول لكم اياه انه رح تكون كثير صعبه مشاركة أي منهم بالمباراتين المقبلتين للمنتخب ضد الكويت وضد كوريا الجنوبية ب 11 و15 الشهر المقبل، لأنه كل الإجراءات والتواصل معهم بياخذ وقت. لاعبين موجودين بأماكن مختلفة، واللي بدي أقوله كمان أنه الاتحاد اللبناني لا كرة القدم بشخص رئيسه عم يشتغلوا على طائرة خاصة لنقل عدد من الشخصيات والإعلاميين لحضور المنتخب الكويت، ويمكن كمان يكون في طائرتين مش بس واحدة. علي فقيه أهلا وسهلا فيك، كتير أشياء بدنا نحكيها عن الأنصار. أهلا وسهلا فيك. لماذا هذه البداية المتعثرة للأنصار رغم الفوز؟ الفوز الثاني يعني للمباراة الثانية. صح. أنا ما بعتبرها متعثرة.
يعني تعتبرتوه متعثر؟ جمهور الانصار معتبره متعثر. جمهور الانصار مطالب على طول انه حقه طبعا، بس هو لازم كمان ينظر لقدام انه نحن شو عم نعاني، صار لنا فتره شو عم نعاني. لا شك انه المباراه الاولى هي ما في تبرير انه الفريق الانصار ما كان بوضعه المضبوط، وخاصه بالشوط الاول، لكن بالشوط الثاني كان ممتاز وجيد وصنع عده فرص، لكن التوفيق ما كان في توفيق، وكان في عندنا ضربه جزاء 100%. الحكم ما قدرها انه مضبوطه، وكان في عده لاعبين لازم ينطردوا بهذه المباراه. ما بحب انه انا اجي مثلا ضد الحكم 100%. هدول انا ما بعطي حجج. انت من اللاعبين الكبار، ما بدي احكي عنك كمدرب اليوم جهاز فني، انت من اللاعبين الكبار اللي بحياتك ما قبلت تحكي هيك. اوكي، بس انا قلت لك غير مقنع بالمباراه الاولى، بس المباراه الثانيه كان فريق الانصار مقنع جدا. وانت بتعرف انه اي نادي بيستغني عن كل موسم 5 لاعبين، من الصعب جدا انه يكون بالشكل المطلوب. لكن نحن علينا ضغط كثير كبير، وان كان من جمهورنا، وان كان من اداريتنا، وان كان من اي شخص بحب نادي الانصار. هلا انا بدي اقول لك شغله صغيره بس، نادي العهد خسر لاعب واحد لهلا ما قدر يلاقي نفسه. لاعب واحد هو حسن معتوق. انت كل موسم عم تخسر 5 لاعبين. الموسم اللي قبله خسرت كمان 3-4 لاعبين، ضمنهم فادي غصن ونصرة الجمل وحسين امين واخره. انا اي مدرب اذا بيرجع بجمع هدول اللاعبين بس اللي خسرناهم، مع احترامي لكل اللاعبين الموجودين الموهوبين اللي عندنا بنادي الانصار، اذا بنرجع بنجمعهم بترجع بتاخذ بطوله فيهم. اسماعيل، طبعا متاح لك تشاركني بالحوار كزميل اعلامي مع علي عن نادي الانصار، بس انا علي اللي قلته هو اللي بدي اوقف عنده. كل سنة نادي الأنصار بيترك منه 3 أو 4 أو لاعبين أو 5، شو المشكلة؟ لعبة مال هيدي. فوتبول لعبة مال. والله عدم تفاهم مع الجهاز الفني. لا ما دخل الجهاز الفني، أنا عم أقول لك أنا هيك مدرب، إذا كل سنة أنا بدي أستغني عن كذا لاعب كرمال لأنه وضع المادي ما بيسمح، نحن كنا متكلين على الأنصار عم بيقول هيك، شو تقول الأندية؟ نحن كنا متكلين، نحن مشكورة نادي الأنصار، إدارة نادي الأنصار مشكورة جدا، لأنه كانوا تقريبا متكلين على شخص هو يدعمنا، هذا الشخص فقدناه، لذلك صار الحمل كثير كبير على إدارة نادي الأنصار، ومشكورين جدا. يعني غير نادي صدقني كان استقاله، غير اداره كانت استقالت، بس انت نادي الانصار نادي كثير كبير. قبل ما نفوت على نادي الانصار، نادي كثير كبير مطلوب كل موسم يكون عنده ميزانيه كثير كبيره ليقدر يفوت على الدوري بالشكل المطلوب. شو بقول المثل علي اللي بده يكون جمال بده يعلي باب دار؟ نحن ماشيين، نحن غير جهاز فني يكون اكيد ما كنا قدرنا. انا اعتقد الشيء اللي قاله علي، يعني مع احترامي للشيء اللي قاله، انه عدد من اللاعبين يلي غادروا نادي الانصار فعلا هن لاعبين يعني لهم اسمائهم وبالتاكيد وجودهم، لكن هول اللاعبين لهم فتره طويله بنادي الانصار، ومن المفترض نادي الانصار انه ينشئ جيل جديد، وهذا امر اللي عملوه، وهذا امر جيد جدا لكن ما فينا نقول انه مثلا راحوا، لا، من المفترض صح انه ممكن الانصار يخوض هاي البطوله وما يكون مثلا منافس بشكل فعلي، لكن بالتاكيد بالمواسم المقبله مع هيك عناصر اعتقد انه راح يكون. رح ارجع احكي انا وياك اسماعيل وعلي عن الاسباب اللي ممكن تكون وراء هالموضوع وشو الافق بنادي الانصار، بس قبل خلينا نروح نحن وياكم على المباراه الاخيره اللي بعدنا ما شفنا ملخص عنها، هي مباراه الصفا والنجمه، مباراه كانت مرتقبه، الصفا بكامل جهوزيته كان لهالمباراه، النجمه يعني كان عنده مشاكل، كان عنده اصابات، كان عنده لاعبين موقوفين، انما كان واضح انه الامور غير هيك. اذا بالبدايه مامون سليمان بينفرد وبيسدد بالخارج، المباراه كانت عم تصير امبارح بالمدينه الرياضيه وكانت منقوله مباشره، كمان مامام تاخر لعبها بذكاء بس تاخر، بعد محاوله لمحمد زين طحان تنتهي بتمثيليه بنشوفها سوا، تسديد من حسين شريفي بيتالق مع زياد الصمد، زياد فعلا عم بيقدم مستوى رائع بهالفتره، جمهور حوالي 1000 من جمهور النجم، ان شاء الله بتكون هذه بدري خير لعوده الجمهور للملاعب، تسديده من عمر عويضه، بكرمانجي كان موجود، محمد حيدر بتابع انما الكره بتنقطع، محاوله من بعيد لحسن المحمد، زياد كان موجود بالوقت والمكان المناسبين، وشوفوا هالهدف انه هو في موقع المتسلل لمسه ولعبه لعبة ملعوبة بكل المقاييس وبتوصل بالنهاية للقناص الرائع طبعا عباس عطوي. عباس كان موجود بالمكان المناسب بالوقت المناسب، 1-0 للنجم، مباراة ما كان بخلصها الا لمحات فردية
وهذا هو عبد الصافي اللي بيتمتع بهاللمحات بيقدر انه يخلص المباراة. الغريب من الشوط الثاني نجمي متقدم 1-0 عم يلعب ناقص لاعب بعد طرد صفا ليربح المباراة. صفا ما عمل ولا مبادرة حقيقية بالشوط الثاني ليعدل النتيجة او ليمكن يربح، وهذا كان شيء بالحقيقة كتير مستغرب من فريق الصفا اللي فرجانا مباراة اولى كان مميز فيها. محاولة من صموئيل خارج المرمى وبعدها كمان للنجمة كاد يعزز عن طريق عباس عطوي، كمان زياد كان موجود ومع تنتهي المباراة بفوز مهم جدا للنجمة قبل لقائه مع العهد يوم الاربعاء بعد بكرة بالمدينة الرياضية. فرحة مستحقة للاعبين النجمة يلي قدروا يحققوا العلامة الكاملة من مباراتين لحد هلا. طبعا علي رح نرجع نحكي عن الانصار بس بدنا نعطي شوي وقت لهالمباراة لنحكي عنها. اسماعيل بدي اسألك، هل توقعت صفا ان يكون هيك بهالمباراة؟ بالتأكيد لا، خاصة انه ظاهر من مباراة فايز فيها على العهد بنتيجة 2-0 كان مرتاح جدا لمباراته امام العهد الصفا. وبالتالي من المفترض يعني انه هالمباراة تعطيهم للاعبين دافع اكبر، وخاصة انه يعني بدأ الشيء اللي الصفا كان بيطمح له انه يحلم ببطولة الدوري، بدأ من بداية الدوري من اول مباراة فاز على العهد عم بيواجه النجمة. صحيح النجمة عنده اسم، له اسم النجمة، يعني في بعض اللاعبين الصفا احضر بس فعلا، وإذا جينا أخذنا كعناصر فقط على الصعيد الفردي صفا جاهز أكثر، صفا لاعبينه أفضل وبالتالي عندهم خبرة أكبر. من المفترض أنه يدخل على اللاعبين النجمة اللي من المفترض أنه يدخل شوي هيك معصب وشوي عم يفقد الكرة، لكن اللي شفناه أنه صفا هو اللي كان على حضرت المباراة. أكيد بدي أسألك بصراحة هالجملة وعلق عليها، فاز النجمة لأنه قاتل مش ضروري لأنه لاعب كان متعطش، وخسر الصفا لعدة أسباب، ما في مبادرة، ما في شكل منظم على أرض الملعب، تبديلات غير صحيحة بل متأخرة. لك أنا من ناحية التبديلات مش أنا ما بنحكي فيها، هذه بتخص المدرب، لأن دائما بس يخسر الفريق بقول لك التبديلات وما التبديلات، بس كان نادي النجمي متعطش أكثر للفوز وعنده كان روح قتالية عالية أكثر بالملعب، مستأكل أكثر للفوز مبين كان ومنظم أكثر بالملعب. يعني الصفا كان مع صور حتى كمان زياد الصمد تحمل تقريبا عبء المباراة شوي صغيرة، أما الحارس النجماوي ما كان عنده ولا طابة صعبة ولا كرة صعبة. صح، مش غريب إسماعيل أنه فريق الصفا بكل ما يملك من مقومات بالشوط الثاني مش موجود مع أنه خصمه منقوص لاعب، غريب جدا. يعني عادة فريق منه بمستوى الصفا وقت النجمة بيكون ناقص لاعب بيحاول يخلق المبادرة، بحاول انه يخلق ضغط على النجمه. الشيء اللي صار مع الصفا منه مبرر نهائيا، يعني مع اللاعبين بالتاكيد النجمه عم يلعب تقريبا حوالي 30 دقيقه ناقص لاعب، وبالتالي الصفا لم يهدد نهائيا مرمى النجمه. في يزيد شغله، الصفا النجمه كان ناقص لاعب على ارض الملعب بس كان ناقص لاعبين كبار خارج الملعب، يعني بالاسماء الحارس نزيه اسعد صحيح اجرى جراحه بالفك وبده يغيب حوالي شهر، سلامتك يا نزيه. خالد حمية موقوف، محمد جعفر موقوف، بلال شيخ النجارين طلب اذن غياب لسبب صحي باخر تمرين، الجهاز الفني ما سمح له، اضطر يغيب لسبب صحي بيتعلق ببنته ولم يشرك بالمباراة بهالموضوع. صفت صحيح غايب عنه ثلاث لعيبة، خضر سلامة، حمزة عبود والارحاني اساسيين، بس الفريق كامل يعني فريق كامل جاهز. ما بعرف الارحاني يمكن ما بدا يعني من بدايه البطوله ما بدا صحيح. والارحاني مبتعد وهذا امر ما بعرف شو السبب، خاصه انه لاعب مميز يعني صح محمد قرحاني، وهذا امر بالتاكيد بيعود لاداره الصفا ما حدا بيدخل فيه، لكن بالتاكيد غياب مؤثر لخضر سلام وحمزه عبود. عودناكم او رح نعودكم اكثر كل اسبوع نختار اجمل لقطه بنشوفها بالاسبوع الثاني من بطوله لبنان وبكل اسبوع. تعالوا نشوف نحن وياكم شو اللي شفناه اجمل لقطه بهالاسبوع الثاني من بطوله لبنان. 1 هو في موقع المتسلل، 2 لمسه ولعبه، 3 تحضير يشوب، 4 انما تتلعب الاماميه سلم وهدف. اجمل لقطه فعلا هدف ملعوب، هدف في اداء جماعي من فريق النجمه، عملوا كل شيء لعيبه النجمه ليساعدوا جمهورهم واستحقوا انهم يسجلوا هالهدف فعلا. عباس
عباس عطوي بيعمل ايه؟ استلامه للكرة كان جيد. عباس عطوي ترويضه للكرة كان جيد جدا، ترويضه للكرة والتفافه على المرمى كان جيد والاداء الجماعي. بدنا نرجع عليه للانصار. كنا عم نحكي قبل شوي عن الاسباب اللي ممكن تكون وصلت الامور ببعض الاحيان لهون. هل يمكن انه المشاكل الاداريه والماليه، بعرفك رح تجرب تهرب من الموضوع بس لا بدنا نحصرك شوي، المشاكل الاداريه والماليه اللي عاناها النادي خصوصا يعني بوقت كان صعب الى اي مدى اثرت على الفريق؟ لكن احنا بس يكون في مشاكل اداريه نحن ما بنحس فيها، هذا شيء زي بتقبضوا معاشات باخر السنه، هذه مشاكل ماليه مش يعني مشاكل انا اداريه وماليه. لا المشاكل الماليه قلت لك، مشاكل الماليه نحن عمل لك مشكورين نادي اداره نادي شباب نادي الانصار مشكورين جدا، لانه خاصه هذا الموسم ما اخروا علينا معاشاتنا، يمكن طولوا بس ما راح علينا معاش، المعاشات ما راحت علينا، بس نحن فينا نقول السنوات الماضيه اللي اثرت علينا اكثر، صار في تراكم اكثر علينا من ناحيه الديون اللي صارت، وعدم انه نقدر نحن نجيب لاعبين نستقطب لاعبين جيدين، نحن بقينا على اللاعبين الناشئين لبال شوي يعني استعنا بلاعبين ناشئين جيدين وممتازين، هذا الشيء اللي بياثر على نادي الانصار. نحن لقدام حبينا انه نعم تفضل، نحن شغلنا لقدام بعتقد هذا الموسم نحن ماشيين من البدايه صح، وان شاء الله بنكمل صح بوجود الاداره الجديده والاداره اللي حابه انه تشتغل صح. نحن بس كنحن كجهاز فني ولاعبين نحن نتمنى بس الامور الاستقرار المادي بالنادي يبقى، وبتشوفوا نادي الانصار كيف بيكون. علي، عوده اللاعبين الخمسه راموس، سامي الشوم، قاسم ليلى، محمود كوجك وربيع عطايا للتمرين صح هاليومين؟ سامي تقريبا 90% صار حاضر، راموس بده شوية وقت، ربيع عطايا بعد عنده هذا الأسبوع بيخلص. لا شك أنه بعتقد الفترة المنتخب بيسافر يلعب فيها برا بالخارج بعتقد هذه مفيدة كثير لنا نحن. قد ايه بتعتقد اسماعيل عوده اللاعبين الخمسه رح تكون مؤثره على الانصار؟ بالتاكيد يعني اسماء يعني الى حضورها والى تواجدها كانت بالملاعب يعني بيناتهم خصوصا راموس بيناتهم من يمتلك خبره وبيناتهم العنصر الشاب كعطايا وراموس يعني خط دفاع الانصار 100% بيتحسن، وهذا امر جيد جدا خاصه كما ذكر علي يعني في فرصه لجميع الانديه هلا حوالي 17 يوم بعد الاسبوع الثالث لا يعني هاي الفتره ممكن تحضر فيهم فريق. فمن المفترض انه يعني هاللاعبين اللي مصابين انه بشكل او باخر يرجعوا على انديتهم. علي نقطة أخيرة، قديش بس بسرعة، قديش بتخاف انه هالتأقلم بين مجموعة شباب وأصحاب خبرة ياخذ وقت؟ ليك ما رح ياخذ وقت كثير، ما رح ياخذ وقت كثير أبدا، لأنه نحن من أول مباراة شوي ما كنا متأقلمين، ثاني مباراة كانوا أحسن الشباب، كل مباراة بنلعبها بصير في تأقلم أكثر. ما بعتقد في وقت كثير بس يطولوا بالهم شوي علينا بس ما كثير. رح نروح للحالات التحكيميه اذا مشاهدينا بسرعه، وبقول لكم انه نحن اخترنا نخبه الحالات التحكيميه مش عم نحط كل الحالات لانه مش كل صفره حكم تستحق انها تكون معنا، خلينا نشوف نحن وياكم. هدف الريسينج بيد محمد مطر على طريقه مارادونا بكاس العالم، حامل الغاية لم يشاهد ذلك، لمسه يد لا تحتاج الى اي نقاش، لمسة يد واضحة تماما وهدف غير صحيح. طرابلس يطالب بركلة جزاء، بعدنا عم نشوف إعادة الهدف. طرابلس بيطالب بركلة جزاء، لاعب طرابلس محمد رضا بيسدد الكرة اللي بترتد من يد هشام الشحيمي بشكل واضح، لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب. كان واضح الارتطام وتغيير اتجاه الكرة بيد هشام. ايضا الحكم يتجاهل احتساب خطأ لمصلحة مهاجم طرابلس وليد فتوح اللي تعرض لاعاقة من حسين. اذا شفنا اهم الاخطاء، يمكن بعد في حالتين تحكيميات بس خلينا نتجاوزهم بسرعة ونروح للنتائج الكاملة للاسبوع الثاني من بطولة لبنان لكرة القدم. محل ما كان شباب الساحل اذا عم يخسر قدام الانصار، عم يستضيف الانصار ويخسر قدامه بهدف. العهد عم يتعادل مع الريسينج 1-1، طرابلس عم يتعادل مع التضامن سور من دون اهداف، الاخاء الاهلي علي عم بيفوز على السلام سور 1-0، الاهلي صيد المبارة 0-1، صفا النجمي 0-1،
ست اهداف بهالمرحلة الثانية مقابل 18 بالاولى، 31 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحدة. بالترتيب حاليا الاخاء الاهلي علي بالمركز الاول بست نقاط بفرق الاهداف عن النجم، بفرق هدف عن النجم بالحقيقة. بالمركز الثالث صدام منصور منفردا باربع نقاط، بعدين بيجي كل من شباب الساحل الصفا الانصار المبرة معهم ثلاث نقاط، بعدين الريسينج طرابلس بنقطتين، العهد بنقطة واحدة بالمركز العاشر، سلام سور والاهلي صيدا من دون ولا نقطة بالمركزين الاخيرين. اما ترتيب الهدافين فهو محسوم حاليا لمصلحة عباس عطوة من النجمة وحسين طحان من الإخاء الأهلي علي بثلاث أهداف، وفهد عودي من الإخاء الأهلي علي أيضا معهم هدفين. النقطة الأخيرة قبل ما نروح لبريك تاني، وعدناكم أنه بكل حلقة من أوفسايد رح يكون معنا لقطات فريدة أو لقطات مهضومة كوميدية إذا بدكم حصلت بالملاعب اللبنانية. خلينا نشوف نحن وياكم. يعني عن جد ما بدها تعليق، وديليفري الماي مش بس على البيوت كمان على الملاعب. خلينا نقف نحن وياكم مشاهدينا مع بريك سريع، وبنرجع بعده لنشوف نحن وياكم اجمل هدف وافضل حارس مرمى. دوري اللبناني برعايه الفا. عودي لأوفسايد والجزء الأخير من البرنامج يلي رح يكون فيه فقرات كثير سريعة وطبعا كلام سريع مع ضيوفنا. اخترنا حالة نعتبرها حالة دقيقة تحتاج لكلام، وبدنا رأيكم فيها. حالة إحدى الحالات التحكيمية صارت بمباراة من بطولة من الأسبوع الثاني من بطولة لبنان. خلينا نشوف سوا. إذا محمد حمود تحول لحارس مرمى ولا لا؟ شو رأيك يا علي؟ فيك تقول بس مش واضحة. فيك تقول بس الروح الإيطالية اللي عنده كانت عالية جدا، فيك تقول لكن مش واضحة، جيب لي صورة ثانية. علي فيك أنا عم أقول لك فيك تقول أوكي. في شيء بينقاس بالعقل وفي شيء بينقاس بالعين. فيك تقول فيك تقول إيه؟ أنا رح أقول أنا. طب أنت فيك تقول إيه أو لا؟ أنا أقول مش واضحة 100%. فيك تقول هلا هو راح يمكن تكون اجت نصها هون وبايده. اسماعيل فيك تقول فيك تقول عم اقول لك انت ذكرت بايده ولا لا؟ بس الروح الايطاليه اللي هي جايده عند محمد حمد. طبعا ايه الروح الايطاليه انا بتقدر تكون روح القتاليه عاليه مثل خالد الحميه الاسبوع الماضي ورمدا بالايد الثاني مثل كمان الاسبوع الماضي الكابتن اندري حرمنا من البينالتي كمان. هلا هذا موضوع ثاني. فيك تقول معمول لحظه بدي اقول يمكن انظلموا الساحل بضربه الجزاء هذه، بس فيك تقول مش واضحه 100%. لا لا هو بكل الاحوال اي خطا تحكيمي بينعرض مش معناتها انتقاص من الفريق الخسران او او اعطاء حق للفريق الخسران، يعني هي صارت وخلص. اسماعيل انا بقول لك شغله انه علي فقيه ونادي الانصار كسبوا حارس مرمى.
كثير منيح. انا بتفق مع اسماعيل وبروح على الفقره التاليه اللي هي افضل حارس مرمى بهالاسبوع الثاني من بطوله لبنان لكره القدم. مين كان افضل حارس؟ خلينا نشوف نحن وياكم. هذا طبعا براينا، بنحترم اي راي ثاني بغض النظر عن النتيجه. حارس مرمى السلام سور بلال كساب انقذ مرمى فريقه من عده اهداف محققه وقام بمهمته حتى بالهدف يلي تلقاه فريقه، انما كان ما بيتحمل مسؤوليته بالنتيجه النهائيه لهالمباراه. اما افضل هدف فهو يلي تلقينا من شوي اكثر من اتصال يبدو من جمهور انصاري علي عم بيطالبنا انه نعرض بعد هدف الانصار يلي تسجل بمرمى شباب الساحل. هذا الهدف اللي اخترناه افضل هدف، يمكن هدف النجم الاجمل، بس كمان شوفوا هدف الانصار يلي سجله احمد ايوب كيف التقى بطريقه رائعه من فوق المدافع يلي كان مرتاح المدافع تماما بالزاويه البعيده. هدف رائع لاحمد ايوب، هدف اهدى ثلاث نقاط لفريقه. اعطينا ايوب ما كان مرتاح بالكره واخذها حضرتك صح. هيدي جماليه الهدف على ترمس كمان له دور كثير كبير فيها للكره الأولادية. إذا بيبقى إنه نقول لكم شو المباريات يلي رح تنلعب الأسبوع الثالث من بطولة لبنان لكرة القدم. يوم الأربعاء مباريات رح تقام بمنتصف الأسبوع نظرا لسفر منتخب لبنان. يوم الأربعاء الأهلي صيدا بيلعب مع الصفا على ملعب صيدا البلدي، الأنصار مع الإخاء الأهلي علي على ملعب بيروت البلدي، تضامن سور مع الريسينج بسور. مباريات الثلاثة بيصيروا الساعة 2:30. مباراة وحدة منقول العهد ضد النجمة الساعة 4 موعد المباراة، إنما استديو التحليلي رح يكون الساعة 3:30. الخميس طرابلس مع شباب الساحل بطرابلس، والمبادرة سلام سور مع 2:30 بالمدينة الرياضية، مع احتمال انه هالمباراة تحديدا تقام بملعب اخر غير ملعب المدينة الرياضية. اخيرا قبل ما اختم مع ضيوفنا ونحكي معهم شوي عن الانصار والعهد، خلينا نروح لاتصال هاتفي مع مدرب منتخب لبنان سمير سعد للشباب طبعا، الموجود حاليا بالامارات. تصفية كاس العالم للشباب بالمجموعة التاسعة بعتقد، لبنان مع فاز على فلسطين 1-0، على اليمن 2-1، واليوم للاسف خسر امام الامارات 1-0، وبيلعب مع سوريا الاربعاء. تسع مجموعات بيتاهل منهم الاول والثاني لنهائيات بطوله اسيا للشباب، وافضل فريقين بيحتلوا المركز الثالث بغرب وشرق اسيا ايضا بيتاهلوا. كابتن سمير، ليش كانت الخساره اليوم؟ يعني الفريق اللبناني كان مرحبا وشيد بمسيك وبمسي مساء الخير. تفضل كابتن. الخسارة كانت اليوم، يعني الفريق اللبناني كان خايف كثير من الفريق الاماراتي، ما بعرف ليش، يمكن لاعبين منتخب الشباب ما عندهم الخبرة الكافية انه عم يلعبوا على ارض الامارات ضد فريق الامارات، فكانت الرهجة اخذتهم شوي في بداية المباراة، انما بالشوط الثاني تغير واقع الحال على الفريق اللبناني، استطاع ان يحسن وضعه ويقارع الفريق الاماراتي، لكن ظلت النتيجه على ما هي ب 1-0 لخساره الفريق اللبناني. شو بتتوقع على مباراتنا مع سوريا بعد بكره؟ يعني ما في شك المباراه مصيريه مع سوريا حتكون، ولازم انه نقدم فيها نتيجه جيده حتى نطلع من التاهل لنهائيات اسيا. شكرا لك كابتن سمير سعد مدرب المنتخب اللبناني للشباب مباشرة من الإمارات. تمنياتنا للمنتخب اللبناني التوفيق بالمباراة المقبلة مع سوريا. كمان بذكر أنه منتخب الكرة الشاطئية حاليا موجود بالإمارات لخوض دورة ودية تشارك فيها منتخبات الإمارات وقطر والعراق. علي، ختاما أربع دقائق باقي معنا، الأنصار وين بتشوفوا بنهاية الموسم؟ صعب السؤال بس أنتوا شو الهدف تبعكم؟ شو التارجت؟ نحن حطينا الهدف، نحن حطينا الهدف، ونحن ما حطينا ضغط على اللاعبين، لكن الجمهور واسم نادي الانصار بيطلب منا الضغط. بعتقد انه نادي الانصار بخير، شرط انه يضل في استقرار بنادي الانصار ان شاء الله على المدى الطويل. نادي الانصار نادي عريق وان شاء الله بترجع امجاده. وين بتشوف العهد؟ لكن العهد لا شك باول مبارتين بعده ضايع، ما معودين يمكن على الطريقه مع المدرب تبعهم، لكن فريق نادي العهد فريق بطل، فريق بطل، فريق منافس. بعتقد بهاي المباراه بيلاقي نفسه بده بس الانطلاقه وبيكمل. سؤال اخير اسماعيل وعلي، العهد والنجم الاربعاء 3:30 مباشره على شاشه الجديد من المدينه الرياضيه، شو توقعاتك؟ اعتقد انه فرصة للفريقين اللي يفرجونا كرة قدم، وبالتالي انه من يمتلك اعصاب اهدى سيفوز. لم تقل لماذا تتوقع؟
بكرة القدم انت حتهرب بكرة القدم بالتأكيد ما فيك تتوقع اكيد بكرة فيك القدم تتكهن فيك تأدب يعني النجمي عامل مباراتين ماخد 10/10 بكل مباراة العهد وضعه كان كتير صعب من المفترض انه العهد يلاقي نفسه بهالمباراة وايضا على النجمي انه يدافع عن الست نقاط يلي اكتسبهن وبالتالي يضل منافس على البطولة من بداية علي النجمي عهد انا بلاقي مباراة صعبة كتير 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 على نادي العهد اول شيء نادي النجمي اعصابه مرتاحه حيلعب باعصاب مرتاحه كونه هو عنده 6 نقاط نادي العهد مطالب اجباري بالفوز لانه مطالب بالتعادل ابدا ابدا وهذا الخساره اذا بتتم لنادي العهد بعتقد انه رح يكون وضع نفسي وضع نفسي كثير صعب وانا بعتقد بتم في استقالات هذه المباراه شكرا شكرا علي فقيه شكرا اسماعيل الموسوي بتشكر حضوركم معنا ملتقى تاني مشاهدينا نحن وياكم يوم الاربعاء الساعه 3:30 من ملعب المدينه الرياضيه مباراه صعبه على العهد مباراه صعبه على النجمه بس مباراه حلوه لنا نحن المشاهدين والموجودين هون بالاستوديو بتمنى نشوف مباراه حلوه نحن وياكم الاربعاء 3:30 من ملعب المدينه الرياضيه الى اللقاء